يا طير طيري يا حمامة، وانزلي بدم والهامة. أنا على تيني جننتيني، وعلى تيني العشق حرام والله. كان في ملكان بحالة حرب، كان كل ملك يبعث جيوش ليغزل قلعة الملك الثاني. بعدين لما انتبهوا انه في كتير ابرياء عم بتموت، قرروا ينقلوا المعركة من الارض للسماء. اي احسن لك، الحمام ولا البشر؟ انه انت عم تسأل عن شيء، اكيد الحمام. شاهين فلت له حمام. خلاص ايه؟ يكون وفي لبلدي لشيء يكون احسن من الشيء اللي هلا عم نعيشه نحن. يعني حنضل مطرح ما نحن جن حكام وزعران. شيء بيوصل الحمامجية كلهم، هني بالنهاية أكترهم كلياتهم بيلتقوا بالسما كلهم، فالسما على طول فيها حكايات كتير. عم والله ناويلهم هالسنة.